السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات متابعي الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد نتمنى تكونوا على خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله كما غتشوفوا معنا في هذا الفيديو إن شاء الله كيف آه كيفاش غادي آه أي حاجة كانت مهرسة بالنسبة للسيتيرنات بالنسبة للبرميل كما كان نوع ديالو بالنسبة للبانيوات كما كان نوع ديالهم مهم ديال البلاستيك كنهضروا على البلاستيك وهاد المواد ان شاء الله اللي غتشوفو قدام عينيكم ان شاء الله غادي تخلطوهم وكل شيء بالعبار ديالو وان شاء الله نوريكم الطريقه وغتخرجكم ان شاء الله الطريقه لان لان الناس عندهم آه سيتيرنات مقطعين سيتيرنات مهرسين مشقوقين وعندهم برامل مشقوقين عندهم بانيوات كبار آه مشقوقين آه و هاد المادة هادي الاخوان ولا هاد المواد هادو غادي يهنيكم من هاد <hesitation> آه ولا من هاد آه التهراس ديال السيتيرنات خصوصا الاخوان آه ديال جوج طون ولا ديال تلاتة طون كيكونوا كبار شوية آه بالنسبة ل لهاد المواد هادو الاخوان عبارة عن ثلاثة ديال المواد اولا الاخوان كنجيبو السيتيرنا ديالنا هذيك البلاصه كما كتشوفوا معايا في هذا البانيو هذا انا درت تجربه في هذا البانيو لان ما عنديش شي سيتيرنا مهرسه ولا مشقوقه باش ندير عليها الفيديو درت الفيديو على هذا البانيو هذا وعلى هذا الكرسي اللي شفتوه في هذا الفيديو هذا وبالنسبه لإخوان المواد بعدها هما الاولين كنمشيو لاريزين هي الاول هذيك الصفراء اللي دايره بحال بحال الزيت بحال الزيت اللي كنقولوا بحال الزيت آه عادية المهم وهاد المادة الاخرى الاخوان هادي سميتها الغوش او المنشف هاد المواد الاخوان كلهم سميتهم آه مواد ديال البوليستير مواد ديال البوليستير وهاد المادة الاخوان البيضاء دايرة بحال الماء هي سميتها المصلب المصلب الاخوان اللي ما فهمش شي حاجه الاخوان اتواصل آه يتواصل معايا في التعاليق ولا عبر الواتساب هاد المواد الاخوان راه قابل للاشتعال ملي كتخلطهم بجوج مره واحده بدقه واحده هاد المنشي هاد آه المنشف هذا اللي سميتو اللي قلت لكم الغوج سميتو الغوج وهاد آه المصلب ملي كتخلطهم بجوج آه كي كيتفاعلوا بجوجهم وكتزيد واحد الحراره واحد النسبه ديال الحراره ومن ثم كيوقع كي واحد واحد الشعله اللي هي خفيفه ماشي زعما شي حاجه غير هو خاصك تبعد مثلا الا وقعت بحال هكا ولا هادي خاصك تبعد عليها واحد شويه لان هاد المواد هادو قابل للاشتعال وكنتمنى للناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله ما يخلطوهمش بجوج بدقه واحده ما يخلطوهمش بجوج بدقه واحده وهاد البوليستير نمشيو اه نمشيو اخوتي لهاد لا لاريزين باش ما نتلفوش في هاد الفيديو المهم الاخوان هذه هي لاريزين دابا تقريبا خويت واحد تقريبا كاس كبير ديال لاريزين اه سيروا معايا في العبارة ان شاء الله باش تفهموا الطريقه خويت كاس كبير ديال لاريزين وغادي نزيد ان شاء الله واحد غلاقه صغيره تقريبا واحد اه جوج غرام ولا ثلاثة غرام ديال اه هذا أه باش ما المهم باش ما زدتي راه كي دغيا كينشف دغيا كينشف هذاك البوليستير المهم حاولوا ديروا قل ديروا تقريبا واحد جوج غرام ولا ثلاثة غرام ديال هذا الغوج هذا المنشف هذا الغوج هذا الاخوان سميتو المنشف ولا الغوج هادو الاخوان هاد المواد هادو كيتباعو عند اصحاب العقاقير موجودين مواد ديال البوليستير راه موجودين وكنخلطو هما الاخوان كنخلطهم كنخلطهم هو الاول الاخوان كنخلط هذا لاريزين مع المنشف مع الغوج هما الاولين وما كنزيدش هذاك المصلب حتى كنخلطهم علاش الا زدت مباشره المنش المصلب على المنشف غادي اش غيوقع ليا يعطيكم غيوقع هذاك الشعله غادي تشعل المهم آه ماشي العافيه انما غادي تشعل واحد الشعله آه غادي تبرزتك وصافي ما كاينه فيه فيها اي ريحه هي اللي غتكون فيها وبالنسبه لاسميتو ما تخاف عليها والو وديروا الاخوان آه اللي جات آه وبالنسبه للمصليب كما شفتوا معايا تخلط المواد ديولي عاد آه درت واحد شويه المصليب وما تكثرش يا الاخوان ديروا شويه باش ما يجيش ما يقصحش لكم في البلاصه خصوصا في هذه الحراره مثلا حنا اللي فيها حنا دابا كاينين في الشهر سبعة كاينه الحراره مفرطه أه تقللوا باش ما قللتوا راه مزيان دير تقريبا جوج غرام جوج غرام من الحاجه في هذا المنشف وفي هذا المصلب غادي ان شاء الله يخرجكم مزيان وحاولوا تسربيو شويه في ف, ف... ف... سميتو ملي كديروه مثلا شي سيتيرنا ولا بانيو ولا شي حاجه شي حاجه كما كان نوع ديالها حاولوا تسرعوا شويه تخفوا يديكم شوي باش آه ما, ي... ما يبش ولا باش ما يقصحش في البلاصه و... ويكرم في فهد... الطاسه فهاد ال... هاد البياسه فاش كنحركو فاش كنخلطو المهم الاخوان من بعد كنهزو هاد, هاد احنا كان الشطيب حتى هو هاد الفيلاس ولا حنا كنسميوه الشطيب حنا كنسميوه الشطيب والاخوان جميعا اللي كيعرفوا هاد المواد هادو راه كيسميوه الشطيب ولا الفيلاس ديال ديال البوليستير هاد الفيلاس الاخوان هو اللي كيلصق كي مزيان هو اللي كيشد مزيان في السيتيرنا وكيشد مزيان في الشقه ديال السيتيرنا وتحاولوا الاخوان ان شاء الله تفهمونا في هذا الفيديو ان شاء الله و كنحاول كنحاول ان شاء الله نهضر بالدارجه اللي كنقولوا باش ان شاء الله يفهموا الناس كاملين هالطريقه هذه وهاد المواد هذو كيفاش كيستعملوا الطريقه الاخوان راه شفتوها وغنعاودها راه هي كما شفتوا عاودتها درت عاوتاني كاس ديال تقريبا ديال لاريزين آه لا ريزين الاخوان هي الماده الصفراء اللي دايره بحال الزيت ودرت آه لا درت الغوج والمنشف وخلطو عاد عاد الاخوان درت هذاك المصلب لان الا خلطت المصلب آه نكررها عاوتاني الا خلطت المصلب مع المنشف اش كيوقع كيوقع الاشتعال الاخوان وحاولوا تفادوا هذه هاد المشاكل هادو آه وحاولوا ديروا آه الليغات وديروا آه الكمامة باش ما ياثرش عليكم هذا الشيء هذا لان انا ما نكذبش عليكم انا ولفت ولفت ندير هاد 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 الطريقة هادي و تا بالنسبة لليغا الاخوان آه ما نكذبش عليكم انا كت عزيز عليا ما نخدمش بالليغا هي اصلا ما تخاف والو غير هو من الاحسن دير الليغا باش تحتفظ على صحتك وعلى شيء صافي الاخوان و الإخوان نعاودو هاد 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 المادة هادي فوق فوق الأولانية باش إن شاء الله باش يجي داكشي قاصح. وملي كنساليو الإخوان كنغسلو إيدينا بالدوليو كنغسلو إيدينا بالدوليو مزيان وبالتيد ولا الصابون ولا المهم اه كما كيما كان نوع ديال الصابون ولا التيد. و الدوليو راه ما كيخليش الآثار ديالو وتقول الإخوان وأنا هنايا استعملت هذاك آه سميتو استعملت بونجا هنايا باش درت هذاك الماده ياك وانتوما راه تقدروا تحاولوا ديروا داك اش آه يقولي بانسو بانسو يكون صغير ولا كبير ديروه باش ما داكشي ما ياثرش عليكم في صباعكم الشيء المهم اللي ما دارش اللي قالت اللي دار اللي قالت راه مزيان من الاحسن اللي درتي درتي بانسو درتي بونجا اللي درتيها آه راه خدامه لك وملي ومليت سالوا الاخوان في هذيك في هذيك في هذاك البانسو عمرو واحد تقريبا غرف صغير ديال ديال, 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 ديال فيها هذه الماده اللي قلت لكم ديال الدوليو ولوحوا فيها هذيك الشيتا ولا هذاك هذاك هذيك البانسو هذاك البانسو لوحوا في هذاك الغرف باش ان شاء الله ما يقصحش لكم وحاولوا تحركوه مزيان وتنشفوه وتفركوه مزيان بشي شيفون باش ما يبسش هذاك البانسو آه الاخوان كما شفتوا معايا في البانيو راه واخا داز المهم في الفيديو انا دابا كنهضر المهم آه شفتوا آه بلا شك شفتوا هذاك البانيو جزوين جا زوين آه جا مزيان وسق فيه هذاك البوليستير شاد فيه مزيان راه كما البانيو كما سيتيرنا الاخوان كما بانيو كما سيتيرنا شنو اللي عليكم هو تحكوه بدا في الاول تحكوه بالكاريط الحرش ديال 100 ولا الا أه عندكم شي شينيور بحال هذاك اللي عندي انا صغير باش حكيتو مزيان حكوه مزيان باش يشد فيه داك البوليستير يشد يلقى فين يشد ايوا هادشي اللي كاين الاخوان وراه دزت لهذا الكرسي هذا حتى هو كيما كان مهرس ليا حتى هو لصقتو وجا مزيان جا مزيان المهم معليش الحمد لله انا باش ما, ما يضيعش ليا وهذه قلت اللهم نلصقوا بهذه الماده هذه انا موجوده عندك هنا بالنسبه للاخوان واحد الهضره ما قلتهاش هنا في هذا الفيديو بالنسبه للخدمه فين غتخدموا الاخوان آه ضروري تخدموا في شي بلاصه فيها التهويه آه اما السطح ديال الدار يا اما آه شي جريده ولا المهم تخرجوا من الدار لان هاد المواد هادو فيهم واحد شويه الريحه آه في الاول آه فاش كتخدم كتقهرك واحد شويه ولكن آه مع الولف حتى آه كتولفو صافي كيجيك عادي هذه آه هي النتيجه الاخوان ديال هذا هذا ديال هاد البانيو وديال هاد الكرسي كما كتشوفوا معايا وطبقوا هاد الفكره هذه ان شاء الله في اي حاجه كما كان نوع ديالها في البلاستيك اي سيتيرنا اي حاجه هاد الشيء اللي كاين الاخوان نتمنى ان شاء الله طبقوا الفكره وتستافدوا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته